بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة، رحمة الله وبركاته. وإنها لفرصة طيبة هذا اللقاء المبارك إن شاء الله لنتذاكر فيما بيننا ما يجب علينا نحو أنفسنا ونحو إخواننا المسلمين عموما والمسلمين في هذا البلد خصوصا. وفي الحقيقة كلنا رجال حسبة، كل مسلم فهو من رجال الحسبة، بمعنى أنه يجب عليه أن يقوم بما يستطيع من الإصلاح والتوجيه. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكل من رأى المنكر يجب عليه أن ينكره بحسب استطاعته ومقدرته، ولا يجوز له أن يقر المنكر أو يرضى به، بل يسعى في إزالته ما استطاع، إما باليد إن كان له سلطة يقدر على ذلك، وإما باللسان إذا لم يكن له سلطة وعنده علم يبين ويعظ ويذكر. أو على الأقل يبلغ المسؤولين عن هذا المنكر ليغيروه. فإذا لم يكن عنده سلطة وليس عنده مقدرة بلسانه، فإنه يكره المنكر بقلبه وينكره بقلبه ويبتعد عن مواطنه وعن أهله. هذا واجب على كل مسلم. ولكن الذين أنيطت بهم المسؤولية، كلفوا من قبل ولي الأمر القيام بهذا الواجب، يتأكد هذا بحقهم، تكون المسؤولية عليهم أكثر من غيرهم. هذا أمر لا يخفى عليكم الحمد لله. وعلى الرجل الحسبة والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يتخير الطريقة المناسبة المؤثرة لإزالة المنكر، لأن إنكار المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أعظم واجبات الدين، وهو دعوة إلى الله عز وجل. ولهذا قرنه الله مع الدعوة إليه في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالذي يدعو إلى الله هو في الحقيقة ينكر المنكر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهما متلازمان. لكن
رجل الحسبة عنده سلطة حولها له ولي الأمر، فيستغل هذه السلطة في مواضعها، لأنها أمانة في ذمته، استعملها في مواضعها اللائقة بها، لأنه يعالج أمراضا اجتماعية، والمعالج لا بد أن يستعمل الطريقة الكفيلة في علاج المرض. المرض قد يكون بدنيا، هذا علاجه بالطب، قد يكون المرض مرضا قلبيا وأخلاقيا دينيا، هذا علاجه بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. مراحل، الأول الحكمة، وهذا بالنسبة للجاهل، هذا يدعى بالرفق واللين والموعظة واللين والرفق معه، لأنه جاهل، ولو علم أن هذا الشيء لا يجوز لتركه، لكنه وقع فيه عن جهل، فهذا يعالج بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في مواضعه. فإذا صار عنده تكاسل، عنده علم ليس جاهلا لكنه متكاسل، أو تغلبه نفسه الشيطان والشهوة لما يمارسه، هذا يعالج بالموعظة، لأن يخوف بالله ويذكر بالله ويقال له: أنت علمت الحق وخالفته وأنت تعلم، وليس من يعلم كمن لا يعلم، فيخوف بالله عز وجل. فإذا كان لا ينفع معه الموعظة، إن كان عنده شبهات يجادل ليبرر ما هو فيه، ويأتي بشبهات يظن أنها تسوغ له ما فعل، هذا يجادل بالتي هي أحسن، يبين له أن هذه شبهات باطلة، وأن الحق بخلاف ما يظن، لكن يكون بالتي هي أحسن، لا بالعنف والقسوة، وإنما يجادل بالتي هي أحسن، فيزال ما عنده من شبهات ببيان الحق له، ويبين له أنه مخطئ، حتى يترك هذا الأمر عن اقتناع، ويزول ما عنده من شبهات. فإذا لم يجدي معه هذا الجدال، واستمر بعد الجدال وبيان الحق له، فينتقل إلى العقوبة. هناك عقوبات جعلها الله لمن تعدى حدوده، عقوبات تعزيرية تأديبية، وعقوبات حدود تقام على المعتدين. ولهذا قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
هذا إذا تعدى على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فإنه يعاقب، لكن تكون العقوبة مواتية لأفعاله لا تزيد عليها. وإذا كان هذا إذا كان تعديه على رجال الحسبة يعاقب بما يردعه، ما إذا كان تعديه على حدود الله الزنا السرقة شرب الخمر فهذا يعاقب بالحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى على هذه الجرائم من رجم الزاني المحصن وجلد البكر وجلد شارب الخمر، فيعاقب بإقامة الحدود التي شرعها الله سبحانه واقية للمجتمع له أولا هو وللمجتمع ثانيا. فبهذا تحصل نزاهة المجتمع بإذن الله، ويعالج ما يقع فيه من منكرات. أما السكوت عن المنكر ترك المنكر فلا يخفاكم ما ذكر الله عن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هذا هو السبب، لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وفي الآية الأخرى لما ذكر الله القرية التي كانت حاضرة البحر وتعديهم على حرمات الله بالاحتيال على ذلك، نهاهم طائفة من المؤمنين عن هذا، طائفة من المؤمنين سكتوا وقالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني لا يجدي هذا الأمر، أمر هؤلاء ونهيهم لا يجدي، اتركوه. قالوا معذرة إلى رب، نحن نقوم بما أوجب الله علينا لنبرئ ذمتنا أمام الله، معذرة إلى ربه، وأيضا لعلهم يرجعون، لا ما نيأس من رجوعهم أو رجوع بعضهم بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فلما تمردوا وعتوا عما نهوا عنه مسخهم الله قردة، قال تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا، هذا أمر كوني، أمر كوني قدري، كونوا قردة خاسئين. والله جل وعلا إنما قوله لشيء أن يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كونوا قردة خاسئين. فتحولوا من صور آدميين إلى صور قردة والعياذ بالله، مسخوا، هذا هو المسخ، عقوبة لهم. فهذا جزاء من تمرد على شرع الله واحتال عليه بالحيل، هذا جزاؤه. ليس هذا خاصا ببني إسرائيل، وإنما ذكره الله لنا من باب الموعظة والتحذير،
أن نفعل مثل فعله. فالأمة مكلفة مخاطبة عموما وخصوصا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف النهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإن تركه الكل أثموا. ولكن لا يجوز أننا نترك أعضاء الهيئة أو رجال الحسنى أن نتركهم وحدهم في الميدان، بل نساعدهم وندعو لهم ونتعاون معهم ونشجعهم على ذلك. هذا واجبنا، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالحاصل أن مهمتكم مهمة عظيمة، ونسأل الله أن يعينكم على القيام بها وأن يوفقكم للحق والصواب، وعليكم بالتفقه في هذا الأمر، تفقه في ذلك لتقوموا به عن علم ومعرفة. وأنتم تعلمون أنكم الآن في زمان يختلف عن الأزمنة السابقة، والشر يزيد والفسقة يتمردون، وقد ينالكم منهم ما ينالهم من الأذى بالقول أو بالفعل، فعليكم بالصبر، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى صبر. فإذا لم يكن عنده صبر إنه لا يستطيع الاستمرار. ولهذا قال جل وعلا في سورة العصر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي بالحق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما كان يحتاج إلى صبر أمر الله بالصبر، فقال وتواصوا بالصبر. وفي وصايا لقمان لابنه أنه قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يخالف رغبات كثير من الناس، فلا بد أن يجد منهم معارضة، يجد منهم مضايقة، يجد منهم كلاما سيئا وتهوينا من شأنهم. وهذا حاصل الآن كما تعلمون فيما ينشر في الصحف من تهوين من هذا الأمر، والتقاط الأخطاء، اقتناص الأخطاء التي تحصل من الهيئات. فأنتم أولا حاولوا تجنب الأخطاء مهما أمكن، ثانيا عليكم بالصبر والتحمل، وأنتم على أجر إن شاء الله، وعملكم جهاد في سبيل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعينكم وأن يثيبكم وأن يمدكم بالنصر والتوفيق، والحمد لله ولاة الأمور ما دام أن ولاة الأمور معنا ويؤيدوننا لا يهمنا الفساق
فأنتم مسنودون ولله الحمد من ولاة الأمور، وأنتم جهاز حكومي رسمي، فلا تلتفتوا إلى قول السفهاء، بل اعتبروه في ميزان حسناتكم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لمعالي الشيخ دكتور سعد رزان معالي كل جهة طيبة، ونسأل الشيخ في عرض هذا الأسئلة المعالي. قلنا عن الشيخ كيف يعترض على من يقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في خصوصيات الآخرين؟ نعم، هو تدخل، لكن تدخل ضروري أمرنا الله به، تدخل أمرنا الله به لأجل الإصلاح، ونحن نريد الخير للآخرين، نتدخل لمصلحتهم، والضرر في تركهم، فهذا تدخل محمود، تدخل شرعي، والله أمر به في كثير من الآيات، فلا بد من هذا التدخل. نحن لا نتدخل في شيء لم يأمرنا الله به، هذا أمرنا الله به سبحانه وتعالى، فهو تدخل شرعي محمود، وهو من صالح المتدخل في شأنهم، وتركهم ضرر عليهم وغش لهم. هذا غلط، لا بد من التقيد بتعليمات ولي الأمر. أول شيء أن تعليمات ولي الأمر فيها مصلحة للعمل وضبط للعمل، وثانيا أن الله أمرنا بطاعة ولاة الأمور، أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنحن نتقيد بأوامر ولي الأمر ما دامت أنها ليس فيها مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. إن الشيخ يقول ما موقف الهيئة من المشاهد الفعلية خاصة نحن نعرفها. نعم. ما موقف الهيئة من المشاهد الفعلية خاصة نحن نواجهها بكثرة في وقتنا هذا، نظرا للإفتاء على أمور الفتوى الاجتهادية ونشرها للعامة في وسائل الإعلام. العاصي والمخالف هذا ليس من الاجتهاد، هذا ما هو اجتهاد، هذه معصية. الاجتهاد إنما هو في الأمور الفقهية بين العلماء، أما العصاة والمخالفون لأوامر الله ورسوله فهذه ما يقال إنها اجتهادية، يقال إنها معاصي، لا بد من علاجها، ولا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يترك العصاة يمارسون المعاصي في المجتمع، وإلا نكون كمن قال الله فيهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم. ظل الشيخ قناني وسائل معين بعد عام الله عز وجل في تحسين وحماية عضو الهيئة ضد الهجمات الإعلامية الموجهة إلى هذه الشعيرة العظيمة. تحصينات أولا لا تلتفتوا إلى ما هم مادحينكم، الأشرار ما هم مادحينكم، الرسول صلى الله عليه وسلم تناولوه بالذم
المنافقون يتناولون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما هم مادحينكم أبدا، فلا تلتفتوا إلى كلامهم أبدا. الأمر الثاني الالتزام بتعاليم ولي الأمر كما سبق، الالتزام تعاليم ولي الأمر، عدم تخطيها. الأمر الثالث الانضباط في الأمر بالمعروف نهي عن المنكر على حسب ما وجهنا الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، الجدال بالتي هي أحسن. وهذا معنى ما قلته لكم قريبا، أنه يجب عليكم التفقه في أحكام الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ يقول: إذا أتى الناقص نهي عن الرجل فاعترف أنهما قد وقع في فاحشة الجنة، فهل يشرع الرئيس الشفع عليهما إذا كان مرتبط أحدهما، فهل يبحث عن الآخر أم يشفع عليهم؟ لابد عندكم نظام في هذا، لابد أنكم تمشون على نظام. إذا كان النظام يقول لكم ستروا عليهم ستروا عليهم، إذا كان النظام لا يقول أرسلوهم إلى المحكمة أرسلوهم إلى السلطة فأرسلوهم. نعم، يقول: إذا قال عضو هيئة النظام في قضية ما في نظره أن المصلحة بها، فهل يعلم على ذلك؟ إذا قال عضو هيئة النظام في قضية ما يرى أن المصلحة بها، فهل يعلم على ذلك؟ المصلحة في الالتزام بالنظام، المصلحة الالتزام بالنظام لا بمخالفته. وإذا أشكل عليك أمر من الأمور راجع مرجعك أنتم، لكم مراجع، راجعوا رؤساءكم راجعوا مراجعكم في هذا الأمر، لا تقول هذا مصلحة وبعمله بدون مراجعة لرؤسائكم. نعم، يقول فضيلة الشيخ: الأمر المعروف والنهي عن المنكر يقول أهل العلم أنه فرض كفاية، فإذا نظرنا في عدد الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر في العلاج فعددهم قليل، فهل يتحول من كونه فرض كفاية لا يتحول أبدا، لا يتحول من كون فرض كفاية إلى كون فرض عين، يبقى. لكن إذا كان العدد قليلا يطالب بزيادة العدد من ولاة الأمور ويبين لهم هذا، أن العدد لا يكفي لتغطية المجتمع، فلا بد من زيادة عدد الأعضاء. نعم، يقول فضيلة الشيخ: ما هي القاعدة الشرعية في الشفع على أهل المعاصي، وهل يعتبر وصول القضية إلى رئيس المركز وصولا إلى الحاكم الشرعي الذي لا يجوز الشفاعة في ذلك؟ نذهب ونرجع للكلمة التي قلناها، أن عندكم نظام تمشون عليه فيها، لا تتجاوز النظام الذي عندكم. وإذا أشكل عليكم شيء في النظام فراجعوا من هو فوقكم من المسؤولين لتنضبط الأمور تكون على أصول. أما التصرف الفردي مخالف للنظام هذا يضركم أكثر مما ينفعكم، ويكون حجة للأعداء عليكم. نعم، فضيلة الشيخ: قل مما يجيب المنكرات في هذه الأيام خروج بعض الفتاوى الشاذة، فهل هناك انتشار علمي في هؤلاء ومنعهم من هذه الفتاوى الشاذة؟ منع الفتاوى ليس إليكم، منع الفتاوى هذا له مراجع يرجع إليها تقوم بهذا الأمر. نعم، من فضيلة الشيخ: كررت بعض الفتاوى التي تحرج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما ينكر على فاعلها ويقول أنهم قد أفتى فلان وأفتى فلان بغير ذلك، فكيف يتعامل عضو الهيئة؟ قل له: فلان ليس مرجعا لي، فلان اللي أفتى بهذا ليس مرجعا لي، أنا لي مراجع
أرجع إليها وعندي نظام أمشي عليه، ولا يتدخل أحد في شؤون الهيئة بفتح